هذا المسلسل شو مزبطة حالك؟ لوين رايحة؟ رايحين أنا فهد نرجع السيارة. كثير عم بتذكر شكله. شكل مين؟ بصراحة أول ما شفته خفت، بس بعدين لما راح ضحكت، حسيت ما في شي بخوف، حسيته غريب غير عن كل الرجال. اللي أخذ السيارة لكيف شكله؟ ما بيشبه حدا. طب ماشي معنا. عشرة شو؟ تكوني أنت وفهد بالسيارة، أنا بنزل وبحكي معه. ليش؟ بتعرفي ديما؟ هالرجال ما عم بيروح من بالي، شكله وصوته طريقة حكيه. كتير حابة أرجع أحكي أنا وياه، بس هالمرة بدون خجل. أنا عم تقول لي شخص غريب، ما يكون مجنون أو حرامي أو شي. ما بيهمني. طب مشي، يلا قومي البسي. قومي. بس وفقتي عشرتي. طيب أوكي، يلا خلصيني هلا فهد بيوصل.